بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذه الوصايا اللي وصى بيها المسيح كل اللي يسمعوه بتبدو انها مستحيله عند بعض الناس، وعند ناس تانيه تبدو انها ممكنه. ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق في محبة المسيح، اللي بيحب المسيح الوصايا دي عنده ممكنة ويبص لها يقول نفسي أعملها. لكن اللي ما يعرفش المسيح الوصايا دي عنده استحالة، فتنفيذ الوصايا مرتبط أساسا بمحبة المسيح. علشان كده على قد ما تلقى نفسك وانا الوصايا دي بعيده عننا خالص، اعرف ان محبتنا ابتدت تقل. وكل ما العالم بيبعد عن الوصايا دي تعرف ان العالم ابتدى يبعد عن المسيح. لما المسيحيين بينهم وبين بعض مش قادرين يحبوا بعض، اعرف ان محبتهم هما للمسيح قلت. مين تعرفه في العالم ده كله نفذ الوصايا دي؟ حبوا اعدائكم، احسنوا لمبغضيكم، باركوا لعنيكم. مين عمل دي في الدنيا كلها؟ تعرف مين؟ لما تركز في الايات دي تلقى إن في واحد فقط تممها كلها، هو شخص المسيح، فيش غيره. أنا يعوزني الوقت إن أخذ لك واحدة بواحدة، هاخدهم بسرعة. أحبوا أعداءكم، هو عملها. اللي صلبوه طلب إلى الآب إنه يغفر لهم، والتمس لهم العذر إن هم لا يدرون ماذا يفعلون. احسنوا إلى مبغضيكم. الفريسيين كانوا بيبغضوه، كان يروح بيتهم ويشفي المرضى بتوعهم. باركوا لاعنيكم، اللي لعنوه. سمعنا مثلا مرة انه بطرس الرسول لما اتزنى مع الجارية يقول الانجيل انه ابتدى يسب ويلعن. المسيح بارك بطرس اللي لعنه. صلوا لأجل الذين يضطهدونكم، كان يقضي الليل في الصلاة لأجل اللي بيضطهدوه وبيحاولوا يصادوه بكلمة. من لطمك على خدك فحول له الآخر، عملها، شفناه. من أخذ ثوبك فلا تمنعه أن يأخذ رداءك أيضا. تفتكروا الكلام ده حصل مع مين؟ مع المسيح في الآخر. خدوا اللباس اللي لابسوا واقتسموا ثيابه، والباقي قطعوها بينهم. ده مفيش غيره. كل من سألك فأعطيه. أعطى وقال في الآخر كل ما أعطاني الآب أعطيته ليكم. من أخذ الذي لك فلا تطالبه. أخذوا حياته كلها، وقيل عنه إنه قد أعطى الحكم للديان العادل. إن حب الخطاة، ألا حبوا أعداءكم، احسنوا إليهم، اقرضوا غير مؤمنين فيكون أجركم عنه. هو ده الواحد الوحيد اللي عمل الوصايا اللي قال. طب أنا أعمل إيه أنا في الوصايا دي؟ هقول لك بكل بساطة، أنا وإنت برضك استحالة نعمل الوصايا دي، لأن واحد بس اللي قدر يعملها. طب أعمل إيه؟ أخده هو كله. لو خدت المسيح كله هتقدر تعمل الوصايا، غير كده مش هتقدر. طب اخده ازاي؟ اخده ازاي؟ تاخده بالروح القدس. شفت قرايات الكنيسة اللي في الصوم الرسل ده متركزة ازاي؟ كيف ينتقل امكانيات المسيح ليا انا الضعيف؟ بالروح القدس. واحد من الاباء شبهها تشبيه في منتهى الروعة، اقوله لكم. قال لك انت جعان ميت من الجوع، وبعدين لقيت طفل
ماسك تفاحة جميلة خالص وانت نفسك تاكلها هتموت، فتقول له حبيبي اديني قطمة، يقولك لا مش حديك. يا بابا حبيبي ده انا جعان خالص، لا مش حديك. لا يا ابني هزعل منك، لا يا ابني حضرة مش حديك. وطبعا بيلعب معاه. طب تعمل انت؟ هتسيبه وتمشي؟ يقول ها انت حد... طب تعالى بقى. يروح شايله كله، شايل الولد كله بالتفاحة اللي في ايده، وبعدين الولد يضحك وياخد هو الراجل الجعان التفاحة وياكله. عرفتوا ايه التفاحة دي؟ ده الروح القدس. ومين اللي ماسكها؟ ده الله. خدت الله كله، خدت التفاحة وخدت الوصايا وخدت الإمكانية إنك تعمل الوصايا. إحنا كلنا فينا العادة دي بقى، نفسك في الوصايا تطلبها ما تجيلكش، تروح ماشي بعيد وتقول لا دي وصايا صعبة، دي ما تنفعش في الزمن اللي احنا فيه. لا ما تنفعش صحيح، لازم تاخد المسيح كله. الآية اللي أنا يعني أطلبها كل يوم في حياتي، آية بولس الرسول قال إيه؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. أنا نفسي في دي، نفسي صلاتنا كلها إن المسيح يحل كله. أمال أنا هقعد أحط آية كده أحب أعدائكم وأقول يلا تشجع كده أحب أعدائك؟ لا مش ممكن، دي استحالة، دي عاوزة إمكانية زي ما أنا أقولك إيه؟ نفسك تطير؟ نفسي. طب يلا شد حيلك وطير. لا ده مش من طبعي، دي ده مش من طبعي خالص. حب عدوك ده مش من طبعك، اوعى تحاول تجاهد عشان توصل لدي. انا بقول لك استحاله. مال مين؟ ده عاوزه امكانيه جديده، عاوزه طبع جديد، عاوزه خليقه جديده، هي اللي تقدر تحب العدو. طب مين يديني الخليقه الجديده؟ الروح، الروح القدس، الروح اللي هو مش من العالم ده، روح الله. ايه روح الله عمل ايه؟ عاوز اقول لك تاني، روح الله ده عمل ايه؟ ده خد كل مال الاب وتجسد في شخص المسيح، فبقى اللي يشوف المسيح كانه شاف الله. والروح القدس ده اقام المسيح من الاموات. طب فين الروح ده؟ اخذناه. عشان كده المسيح قال ان الروح ده هياخذ ايه؟ مما لي ويعطيكم. هياخد من المسيح محبته للأعداء، ثيابه اللي اخترعوا عليها، يصلي للمسيئين، يبارك اللي يلعنوه، دي بتاعته فقط. هياخدها لك انت بالروح القدس. ايه الروح القدس تاني؟ راجع، ده التفاحة. اخدها ازاي؟ خد المسيح كله. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. طب اعمل ايه تاني؟ اوقف قدام المسيح، صلي كتير، اوعى تقول له يا رب انا نفسي انفذ الوصايا دي، لا، ولا نفسي كلك تحل فيا، لانه لو حل المسيح فينا الوصايا دي هتبقى سهله جدا، زي ما هو عملها، عملها بتلقائيه، طبعه كده. لكن تحاول تقول انا هدرب نفسي احب عدوي، لا، مش بالتدريب، مين عملها بالتدريب؟ تقدرش. عشان كده كانوا الآباء مركزين كل الحياة إنه المسيح يحل بالإيمان. اللي بيمنع المسيح يحل الخطايا فجهدوا ضد الخطايا، اللي يمنع المسيح إنه يعيش الأنا، قالوا بولس ليحيى المسيح لا أنا، أموت أنا ويحيى المسيح. ما هو اللي معطل المسيح عن إنه يبان زواتنا، تدبيرنا، فكرنا. لو الإنسان قدر يلغي نفسه وياخد المسيح كله، الوصايا دي هتبقى ممكنة جدا. عشان كده أرجع تاني وأقول الوصايا دي بتبين لينا قد إيه إحنا مرتبطين بالمسيح، قد إيه المسيح ساكن فينا. عشان كده بقول لك اتغربنا خالص عن المسيح، والمسيحيين اتغربوا خالص عن وصايا المسيح. بقى تبص للآيات دي حتى المسيحيين يقولك لا 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 لا، مين يقدر يحب أعداءه؟ مين يقدر؟ الوصايا دي بقى صعبة قوي قوي قوي. ليه؟ عشان بعد المسيح عننا وإحنا بعدنا عنه، فبقت الفجوة والجاب اللي بيننا كبرت قوي. طب إزاي أقربها؟ يحل المسيح بالإيمان في قلوب. طب أسأل سؤال،
طب ما تعالوا احنا هنقف نصلي القداس النهاردة، والمسيح هو ذا عمانوئيل على المذبح، ما تعالوا احنا وانتو نصلي قداس ونتضرع إلى الله إنه يحل فينا. تعالوا تعالوا نقف كلنا نصلي ليحل المسيح فينا، لربنا المجد للأبد. آمين.